المصريين والإماراتيين طول عمرهم إيد واحدة، تقدر تقول روح في جسد واحد، وفي أي ظروف بتمر بيها مصر أو الإمارات دايماً الشعبين بيكونوا على موعد مع ملحمة مساندة ودعم. صلاة ودعوات ضل ظهر في الساعات اللي فاتت، وبعد تعرض دبي لعاصفة شديدة وسيول وغرق للشوارع بعد اللي حصل في دبي والصور والفيديوهات اللي انتشرت على منصات التواصل ووثقت تأثير العاصفة والسيول، هنا ظهر المعدن الأصيل للمصريين. دعوات كانت ملازمة أهل دبي، آلاف من المنشورات على السوشيال ميديا كانت كلها محملة بدعوات وصلة لإنقاذ الوضع في دبي وإن ربنا يحفظ أهلها من كل سوء. البداية كانت مع تعرض دبي لعاصفة شديدة محدش كان متوقع تأثيرها، حالة الصدمة اللي انتابت الوطن العربي بعد المشاهد دي، خصوصا إن العاصفة اتحولت بعد كده لسيول والمية غمرت الشوارع كلها، وصلت إنها تغطي أجزاء كبيرة من العربيات وتهديد للمنازل والأهالي، لدرجة كمان الإعلان عن وقف الرحلات الجوية لساعات مؤقتة بسبب الأحوال الجوية المفاجئة اللي تعرضت لها دبي، وتحذيرات من النزول للشوارع والصلاة في المنزل. من بين كل المشاهد دي ظهر المصريين في ملحمة الدعم والمساندة كالعادة، وبدأ عدد كبير منهم يكتب منشورات متضمنة دعوات للإماراتيين وإن الأزمة تعدي على خير. لكن دي مش المرة الأولى اللي بتظهر فيها الملحمة دي، سواء من جانب شعب الإمارات للمصريين أو من المصريين لشعب الإمارات. الإمارات ومصر العلاقة بينهم أكبر من كونها علاقات دبلوماسية بين دولتين أو بيجمعهم انتماء واحد للوطن العربي، أكبر كمان من المسميات زي الأشقاء أو الأخوة. لكن العلاقة بين مصر والإمارات تقدر تقول زي الروح الواحدة في الجسد الواحد. الإمارات كان ليها دور كبير على مدار السنين اللي فاتت في دعم مصر في كل الظروف اللي مرت بيها، وتحديدا من وقت 2011 وقفت مع مصر في كل الأزمات دعم غير مشروط لحد ما رجعنا تاني ووقفنا على رجلينا. ولما حصلت الأزمة الاقتصادية اللي بيمر بيها العالم كله برضو كانت الإمارات خير داعم لمصر. ولو دورت في كل أزمة تعرض لها شعب مصر هتلاقي آلاف المنشورات على حسابات الإماراتيين بيدعوا لمصر ولشعبها إنهم يعدوا من الأزمات دي. العلاقة كمان مش بس بين الشعبين، لكن على مستوى حكام الإمارات اللي بتربطهم علاقة روحية بحب المحروسة ومئات من المشروعات المشتركة، وآخرهم مشروع رأس الحكمة وقبلها الزيارات الدائمة لحكامها لمصر، وآخرهم زيارة محمد بن زايد صاحب الجملة الشهيرة لو لقمة حاف هنقتسمها مع مصر. في المقابل تأكيد رئيس السيسي الدائم للعلاقة الوطيدة اللي بتربط مصر والإمارات على مدار السنين، وقوف مصر مع كل الدول في كل أزمتها. من بين الملحمة اللي عملها المصريين في مشوراتهم لدعم الإمارات تعليقات كتير، منها ربنا يحفظ الإمارات وشعبها ويكون معاهم في كل أزمتهم، دعواتكم اللي بيحصل في دبي إن شاء الله تعدي الأزمة على خير، من مصر للإمارات قلوبنا معاكم وربنا يحفظكم من كل سوء.